انا عجبتني واحد الصراحه اللي راه مجرد في الموازين واستغل الجمهور العريض اللي كان وقلت لنا قرات في الجمهور وكان عندها واحد الاقبال كبير جدا لو انها ترابيه وعندها هذاك يعني هناك خصنا فين نحطوا هاد الترابيه. عندي السؤال الاخر دوفويس المشاركة في دوفويس واش كان لابد المشاركة في دوفويس؟ سؤال ذكي. برنامج ذا فويس انا بالنسبه ليا كان كانت فرصه باش يتعرف عليا الجمهور في الوطن العربي بحكم انني مقيمه في امريكا وكل الاعمال اللي قدمتها في هذيك الفتره كانت اعمال موجهه للجاليه العربيه والمغربيه في امريكا. فبالنسبه ليا انا كانت يعني خديت من هذيك التجربه انها تكون تجربه للانتشار على مستوى الوطن العربي. واش كان لابد منها؟ انا بالنسبه لي فاتني من ناحيه انه تعرفت اولا على الاستاذ عاصي الحلاني اللي كان هو المدرب ديالي، تعرفت على الفنانين اللي كانوا في اللجنه ديال التحكيم مثل الاستاذ كاظم الساهر، الفنانه شيرين، الفنان صابر الرباعي. فهاد الفرصة هذه ما غاديش تعطى لأي واحد. على مستوى الاستمرارية في البرنامج ما كانتش استمرارية طويلة في البرنامج لأنه كانت هناك اعتبارات أخرى بالنسبة للجنة وبالنسبة للناس اللي مسؤولين على البرنامج. لكن أنا فاتني من ناحية أنه الجمهور العربي والجمهور المغربي تعرف عليا، ومن مراها يعني انتجت اعمال وقدمت اعمال خاصه بيا. فكنظن انها بالنسبه لي كانت مفيده. عند البرامج بالنسبه للفنان المعروف كتفتقد واحد العداله الفنيه، كاينش هناك عداله، كتكوني مع الفنان شويه كتلقاك الجمهور التصويت. هنا كنعودوا كندخلوا في واحد الحسابات اخرى مزيان واحد يتبان، ولكن قد تخرج واحد المسابقه واحد الكونسيبت مثلا ما فيش عداله فنيه باش ما بحال نجاه الرجل شي صاير نفس المشكل واخا بقات فينال وداك الشيء، يعني الناس كتعقل على شكون اللي يربح، يعني المنطق الرابح والخاسر بحال في الرياضه. انا كنظن الناس كتعقل على شكون اللي استمر، لانه كاينين بزاف د البرامج كاينه اسماء اللي وصلت للنهايه وخدت اللقب ولكن من بعد ما بقيناش كنشوفوها. هاد البرامج كتبقى هي برامج استهلاكيه وعندها يعني كيبقى برنامج اللي كتبقى نسبه التصويت كتحكم في الرابح او في الخاسر، لكن كنظن الساحه الفنيه كتحتكم الموهبه، كتحتكم الفنان اللي عنده عزيمة وعنده ذكاء وعنده طموح أنه يستمر. كيف توفقين ما بين الفن وما بين الدراسة؟ تعتبرين أن أنك فنانة محترفة يعني موازات مع الدراسة؟ أكيد كتكون هناك صعوبات لأنه الوقت ديالي ما بين الفن وما بين العمل ديالي في الجامعة. كتكون يعني صعوبات من ناحيه انني نلقى الوقت باش نقدم العمل بشكل ناجح، لكن في نفس الوقت الناس او الاداره اللي كنشتغل معاهم فهما كيشجعوا هذه المساله وكيحاولوا انهم يعني يعطوني الفرصه انه نقدم سواء من خلال الحفلات او ملي كيكون خصنا نسجلوا عمل او نصوروا اغنيه. فكنحاول نوافق بيناتهم بجوج، كاين يعني كنحاول يكون واحد نظام زمني اللي يخليني ندير فيه التدريب الموسيقيه ونشتغل مع الفنانين الاخرين، وفي نفس الوقت العمل ديالي اللي كيبقى هو عنده واحد نظام معين. من خلال تعاملك مع الفنان الكبير من المغرب، واش خديتي داك الشيء جاهز ديالو ولا ناقشتي معاه في المقام في اللحن في بزاف الحوايج؟ ما كرهناش هاد الجانب هذا. بالنسبه للتعامل ديالي مع الفنان نعمان الحلو،
كان في جنة الوطن، انا استمعت لمجموعه ديال الاغاني اللي قدمها لي وانا اختاريت جنة الوطن. فكانت واحد جلسه عمل من قبل التسجيل اللي تناقشنا فيها على لاغام، على المقام ديال الاغنيه، على التوزيع ديالها، على الالات اللي غادي تدخل في التسجيل، على طريقه الاشتغال مع الموزع. فهذه مسائل تناقشنا فيها قبل العمل، وكنظن انه بحكم الخبره والحنكه ديالو في الميدان، فالاستاذ نعمان الحلوق قبل ما يقدم لي العمل عرف شنو هو العمل اللي غادي يكون مناسب للطبقه الصوتيه ديالي، كذلك بحكم تجربتي خارج المغرب وكوني صوت مغربي، فهو قدر يجمع هذا الشيء كله ويقدمه في العمل ديال في جنة الوطن. وما ننساش كذلك حتى الشاعر عبد الرحمن معروف، حتى هو يعني قدمنا كلمه جميله راقيه، وان شاء الله كنتمنى انه هذه التجربه هذه تكرر مره اخرى معهم. تظنين ان الفنان هو مطرب او مغني ضروري ان تكون موسيقي؟ تكوين كدراسة او ك ملي كتقصد تكوين كدراسة اكاديمية، بالنسبة لي انا الفنان كاينين مجموعة الفنانين والعباقرة اللي قدموا لنا الحان واغاني الان كنسمعوا لها وكنقولوا يا ريت نرجعوا لذاك الزمن الجميل، اللي ما قراوش الموسيقى. تكوين مهم، ما كنقولش الموهبه لان الموهبه كتبقى محدوده، تكوين مهم. ولكن انا تنقول حتى لو الفنان ما كانت الظروف ديالو ما كتسمحلوش انه يدرس الموسيقى، لازم يكون واحد الدراسه مستمره او تكوين مستمر من خلال يعني دورات او حصص خاصه، سواء كانت الصوت او المقامات او العزف. هذا الشيء كيخلي الفنان كيعطي الواحد كيعطي الفنان تقنيات اكثر باش يشتغل بها، وكتخلي الفنان يكون عنده درايه اكثر بالعمل اللي كيقدمه، بالطبقات اللي كيشتغل فيها، بالمقامات اللي كيخدم فيها. فاكيد عنده جزء مهم في الخبره ديال الفنان. هي مساله طبيعيه جدا، لان التركيبه ديال الاغنيه بسيطه جدا، سواء كانت عربيه او شعبيه او راي، يعني كلمه شعريه، لحن صحيح، واداء كذلك سليم، وعزف تو صحيح جدا. يعني ما كنطلبوش حنا كسمعين او ما كنطلبوش حاجه، يعني كنطلبوها بحاجه تقنيه زوينه، يعني باش كتستحضري انت التركيبه هذه. منين كيتقدم لي العمل كنشوف انا اولا واش لمسني شخصيا، واش الكلمه حسيت بها، واش اللحن يعني فيه جماليه. اكيد كنكون يعني قبل ما نقدم الاغنيه كنكون كيف ما تنقولوا حنا كنتشاور انا والفن، انا والملحن، كنتكلموا على المقام، كنتكلموا على الطبقه، واش ملأماني ولا ما ملأمانيش. هاد المسائل كلها كناخذها بعين الاعتبار، لانه كيهمني العمل اللي نقدمه يكون عمل محترم وعمل اللي هو فني وراقي في نفس الوقت. قبل ما نخدمو في حق انك دير واحد لونشينمون تاع العسكريه، ولكن من خلال الاجوبه تاعك نسيت ورقه، يعني خدانا الوقت. نشكرك استاذ الفنانه. بالعكس، الشكر انا اللي كنشكرك على هذه الصفه. هذا شكرا لك. المستمعين والمشاهدين يخرجون من الحلقه هذه يخلوا كلمه اخيره. كنشكرك استاذ حليم على الاستضافه ديالك وعلى هذه الاسئله اللي انا عجبتني وفيها ذكاء، وبعيده عن الاسئله الاعتياديه اللي تعودنا نسمعوها في اللقاءات وفي الحوارات الفنيه. فكذلك هذه الاسئله ما جاياش من فراغ، لانك انت فنان وناقد فني واستاذ وباحث. فكنشكرك على هذه الفرصه هذه اللي عطيتيني باش يكون لقاء مع مشاهدي احداث انفو. كنتمنى الاعمال المقبله تروقكم وتعجبكم، وانا دائما كنرحب بالنقد البناء، لانه من خلال هذا النقد حنا كنقدروا نستمروا
ونعطيو فن اللي غيكون في المستوى واللي غيبقى في تاريخ الأغنية المغربية. فشكرا لك على هذا اللقاء.